Okay, so last time we were designing this sequence recognizer. So let's just review quickly what we have designed. Okay, so the question is to design a recognizer, a sequence recognizer that recognizes the sequence 101, 101. So as we said, or it's easy. Ma fi şehri de sahtedir. Ma fi şehri de kitap. Okay. Oh, recording bari de kitap. Fi recording. هلا بكم يا مرحبا. ما سلمت عليكم، كيف أخباركم؟ بخير؟ الله يسلمك دكتور، بخير أخبارك؟ بخير يا دكتور، الحمد لله. هلا بالسحاري. بليش؟ نعم يا دكتور، أخبارك أنت؟ الحمد لله، السحاري، في واحد اسمه ساحر. تمام. أخيرا. أوكي. Yes. So we said نبغى نسوي sequence recognizer. That recognizes 101. هذا اللي سويناها المرة اللي فاتت. So زي ما قلنا it is very easy. All you have to do is البداية it's easy. You just طبعا هنا احنا نستخدم more type. طالبين هما more type. We're gonna do it زي ما يبغون. So the step الأولى is easy. You just start doing states that follow the sequence. فأول شيء يجيك 1 تنتقل. يجيك 1 تنتقل للستيت هذا، يجيك 0 تنتقل للستيت هذا، يجيك 1 تنتقل للستيت هذا وخلاص. السيكونس الحين كملت. سو هذا انت اصلا لما ما توصل للستيت هذا الا لما تكون السيكونس كامله. بالنسبه للبدايه هذا ستارت الانيشال اس 0 ما عنده اي ما عنده أي سيكونس. وهذا S1 أنت تنتقل لل S1 إذا كان عندك في السيكونس يكون فيها واحد. Alright. وبعدين تنتقل إلى S2 إذا كان عندك في السيكونس في يدك آخر 2 bits 1 0. وبعدين إذا كان عندك آخر 3 bits في يدك 1 0 1 تنتقل إلى state 3 وتجيب goal. سين الاوتبوت زد يساوي 1 جيب جول. لكن في other states ما في جول 0 الاوتبوت is 0. فدائما the first step is easy. اي سيكونس يعني مثلا suppose يقول لك اتعرف على السيكونس هذه. ف it's the same idea. ف you do a state وتنتقل لستيت اخر. سو هذا دائما initial state اللي هو S0 وهذا الستيت اللي بعده S1. تنتقل لما يجيك الفيرست بت 1 بعدين يجيك السكند بت تنتقل يجيك الثيرد بت لو صفر تنتقل لستيت اخر. Alright. يجيك البت اللي بعده 1 تنتقل لستيت هذا. اخيرا يجيك البت اخر بت اللي هو 1 so 1 1 0 1 تنتقل لستيت الاخير so S1 S2 S3 S4 S5 اوكي وبعدين جيب جول
لكن الاوتبوت هنا في كل الستيتس صفر. ف it's very easy to do the first step diamond for any sequence. You just build as many states as you need to finish the sequence. ها 1 1 0 1 1 ويجيب جول. وبعدين يبقى الحين تصليح الستيت ديجرام، لانه لازم كل ستيت لازم يطلع سهمين، سهم للصفر وسهم للواحد. فمثلا الستيت هذا طلع منه سهم للواحد لكن ما في سهم للصفر. اوكي، يوجوالي دائما في الستارت السهم الثاني يكون you stay in the same state، يكون يعني السهم كده يرجع نفس state دائما. usually it's always increase. okay then بالنسبة للstate الثاني I have عندي arrow هنا for the zero، ما عندي arrow لل one. what happens if you get a one؟ so لازم نسوي analysis تحليل. أصلا أنا لما وصلت هنا إيش عندي في يدي؟ عندي one، عندي bit في يدي، آخر bit هي واحد عشان وصلت S1. كيف وصلت S1 أصلا؟ لأنه جاني one، جاني 1 في السيكونس فدخلت S1. فإذا يدي فيها آخر بت، فيها بتس كثير يدي لكن آخر بت فيها 1. فإذا جاءت صفر حننتقل إلى state S2. واضح عندي السهم هذا يقول لك إذا جاء صفر بعدين تروح ل S2. بس إذا جاء واحد، this is the question، إذا جاء واحد يعني السهم حق واحد هذا وين يروح؟ question وين يروح؟ فأنا آخر بت عندي واحد وجاني واحد. فطبعا زي ما قلنا انه هذا زي اللاعب الكوره يبغى يسوي جول، فيبغى على طول يروح للستيت هذه عشان يسوي جول. لكن المشكله انه ستيتس عندها شروط، زي ما قلنا كل ستيت يقبل اللاعب الا ما يكون عنده في اخر تو بيتس في يده السيكونسز هذا. فهو يبغى يروح للاس 3 لكن يا حبيبي هذا ما يقبله الا لما يكون عنده اخر 3 بيتس 101. هل هو عنده اخر 3 بيتس 101؟ ما عنده، واضح انه ما عنده. ما وين 101؟ ما في اخر 2 بيتس 11 اصلا، فما يقبله هذا ولا هذا يقبله، لانه اخر 2 بيتس لازم يكون 10 وهو اخر 2 بيتس عنده 11 ما يقبله. نفس الشيء هذا، لكن هذا يقبله ما عنده مشكله، لانه لازم هذا يقبله فقط اذا اخر بت 1 وهو عنده اخر بت 1. اذا الجواب على السؤال هذا انه this السهم يرجع لنفس الستيت. اوكي، that's the answer to the question. إذا جاء 1 في state S1 تقعد في نفس state. You stay here. Alright. What about this state? This state هذا S2 عندك سهم، إذا أنت رجاك 1 تروح هنا، بس وين السهم حق S0؟ okay. ما في، مش موجود، ما ندري. Where does it go؟ هل تروح هنا؟ هل تروح هنا؟ وين تروح؟ طبعا ودنا يروح هنا لكن للأسف لا، في شروط عشان يروح الـ S3 عشان يسوي goal. لكن في شروط. اصلا انت كيف وصلت S2؟ انت ما وصلت S2 الا لانه في سيكونس فيها اخر 2 بتس 10 في يدك عشان انت وصلت S2. كيف وصل اللاعب الى S2 هذا؟ اللاعب وصل الى S2 لانه في عنده في السيكونس اخر 2 بتس في السيكونس عنده 10 فوصل S2، وهو طبعا فرحان لانه خلاص قريب من الجول. بس لو جاء واحد هنا خلاص يروح ال S3 ويسوي جول، لكن للاسف جاء 0. صار للأسف جاء 0. فإذا السيكونس صارت كده، السيكونس حقته صارت كده آخر 3 bits 100. فهو يبغى يروح لS3 لكن S3 ما يقبله، لأنه S3 لازم آخر 3 bits يكونوا 101 فما يقبله. It's not 101 فللأسف ما يقدر يسوي جول. طيب إذا ما يقدر يروح لS3 على الأقل يقعد في S2 قريب من الجول، ما يبغى يرجع ورا، هو مش غبي خلاص، يبغى يجلس هنا قريب من الجول. لكن S2 يقبله إذا آخر 2 bits إيش؟ 10. طيب آخر 2 bits عنده هم إيش؟ 00 فما يقبله للأسف، ما يقبله. طيب يرجع وراء، متأسف مضطر إنه يرجع وراء، بس ما يحب يرجع وراء كثير، فيبغى يرجع وراء شوية بس، فيحاول يرجع الخطوة اللي قبلها، state اللي قبلها. So he tries to move to S1. طيب S1 يقبلها في حالة إيش؟ في آخر، في حالة آخر بت في يده، السيكونس اللي في يده آخر بت فيها واحد، لكن السيكونس اللي في يده هذه آخر بت فيها إيش؟ صفر. إذا حتى S1 ما يقبله. فبالتالي الجواب على السؤال هذا، الحل الوحيد إنه يرجع وين؟ all the way to S0. ما في حل إلا إنه يرجع all the way to S0.
فإذا السهم هذا حق when he gets a zero وين يروح؟ يروح لأس زيرو. هذا في حالة للأسف للبداية للأسف. فخلاص يرجع من وراء ويستنى مرة ثانية عشان يسوي جول. يعني الرجوع للبداية دائما مقبول لأنه أس الزيرو هذه تقبلك حتى ولو ما عندك أي شيء، فدائما تقبلك، دائما هذا مكان يعني حبوب دائما يقبلك، لكن هو بعيد عن الجول للأسف، فهذا ليش يقبلك من البداية؟ هذا البداية. طيب نكمل الحين الاستيت هذا، عندك ولا عندك لا سهم للزيرو ولا سهم للوان، ما عندك أي سهم. فيبغى you have to answer these two questions. What happens if you get a zero? What happens if you get a one? خلينا نشوف إيش في يدك أول شيء. أنت أصلاً كيف وصلت S3؟ أنت وصلت S3 لأنه في sequence آخر 3 bits فيها جاء 1-0-1. فأنت جاك 1-0-1 في sequence آخر 3 bits وسويت goal. You scored the goal. فالZ صار 1 هنا. You scored the goal. هذا الX. Okay, now we're gonna look at the two cases. What happens if you get a zero? What happens if you get a one? If you get a zero, okay. طبعا تبغى تسوي جول مرة ثانية، أنت فرحان لأنه كل جول فيه فلوس، فتبغى تجلس هنا، يعني تتمنى لو هذا يلف ويرجع في مكانه ويسوي جول مرة ثانية. This is what you want. يعني هذا أمنيتك يعني. لكن المشكلة إيش؟ في شروط. هذا حبيبنا أستري متى يقبلك؟ إذا عندك آخر 3 bits 101. What are the three آخر 3 bits عندك أنت؟ 010 مش 101. للأسف للأسف ما يقبلك، يكرشك. نعم يكرشك من وراء كده، يقول لك روح روح، يقول لك قبل قدام، وبعدين برجله يسوي ايش يسموها هذه، كرشه، شوتني للأسف، شوت للأسف، ايوه شوت كده، شوطه حلوه كده على ال... من وراء كده طاف حلوه. طيب اوكي سو خلينا نشوف هل ممكن S2 يقبله عشان يجلس قريب من الجول المره الجايه يسوي جول. S2 متى يقبله؟ إذا آخر 2 bits في يده 1-0. طيب نشوف آخر 2 bits. Very good. آخر 2 bits 1-0. فإذا يقبلها S2. إذا الجواب على السؤال هذا إنه you cannot stay في S3 but you can تروح لي S2 في حالة الزيرو، ترجع ل S2. Okay. What about one? إذا جاء واحد يرجع على S1. نرجع على S1؟ إيه صحيح. خلينا نشوف، خلنا نعملها تحليل. الحين ما جاك صفر، بيجيك 1. طيب يبغى يجلس هنا، لكن هذا يقبله في حالة last 3 bits 101. ما عندك 101 للأسف. طيب هذا يقبلك في حالة 10، ما عندك 10 للأسف. هذا يقبلك في حالة آخر بت 1، آخر بت 1. هل عندك آخر بت 1؟ Yes. فبالتالي الجواب على السؤال هذا إنه yes، this السهم هذا it goes back to هذا في حالة الون. It goes back to S1. Okay, so this is basically how we analyze it and find the answers. Okay, مرة اللي فات سوينا design بالدي فليب فلوبس عادي، وبعدين سوينا لأنه step اللي بعدها قلنا أنه نسوي نختار variables، فاخترنا variables سميناهم لا مش هذا راح نسيت، انا ما عرفت ايش سويناه. سويناهم ايش الفاريبلز، اسماء الفاريبلز، الانبوت اكس واضح، الاوتبوت زد، وقلنا نحتاج 4 ستيتس اي بي سي دي. 4 ستيتس، عندي 4 ستيتس، therefore I need 2 فليب فلوبس وسميناهم اي بي.
وسوينا الديزاين حقتها ولقينا السيركت وحتى نفذناه. بعدين قلت لكم انه when we build the state table, when we build the state table you have the input x, وبعدين هنا عندك ال current state. فعندك ال states s0 هذه في حالة الزيرو. بعض الأحيان anyway. ونفس الستيتس هذا حالة x1. كنت في أربع حالات صارت x1. ايوه في 3 ستيتس اس 0 اس 1 اس 2 اس 3. شوف هنا 1 في الاس 0 في 1 في الاس 1 في 1 في الاس 2 في 1 وفي الاس 3 في 1. اه معلش حسبت زد معلش. alright بعدين هنا next state والoutput نهوزت. So next state في حالة الزيرو you stay in S0. في حالة S1 وجاك زيرو وانت روح S2. في حالة S2 وجاك زيرو وانت روح S0. في حالة S3 وجاك زيرو تروح S2. في حالة S0 جاك 1 تروح S1. في حالة S1 وجاك 1 تقعد في مكانك. في حالة S2 جاك 1 تروح S3. وفي حالة S3 جاك 1 تروح ل S1. بعدين قلنا انه كيف نعطيها bits, which bits should we give. فقلنا إذا بنستخدم 2 flip flops we're gonna use 2 bits A, B. So the codes we're gonna give, what code we're gonna give? So there will be 2 bits. We can give them codes. فقررنا مثلا نعطيها codes زي كده بالترتيب 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So S0 نعطيها 00, S1 نعطيها 01, S2 10, هذه 11. This is one way. وسوينا الديزاين حقتها واشتغلت. وقلنا انه في others, many other designs. وممكن يعني يختار انك تسوي لا تقول لها gray code, ابغاها gray code. I will give them 01, 01. وهذا I will give it 11. Well, this guy I will give it S3, I will give it 10. So and then maybe you find this to be better design. يعني تيك الدائرة في الأخير تكون أقل cost, أقل gates وأقل cost. بعدين مرة فات قلت لكم ترى في another way to assign bits instead of using only two flip flops for the four states. I'm gonna use four flip flops. Okay, so I'm gonna use four flip flops. دكتور هذه هي الهوت بوينت وشيء زي كذا. One hot bit encoding, yes. One hot bit encoding. Bit. So for one hot bit encoding, we're gonna use إذا عندي four flip flops, or four states. I will use exactly four flip flops. فعدد الفليب فلوبس مساوي
لعدد الستيتس. اوكي، كل فليف، كل ستيت عنده فليف فلوب، كل فليف فلوب مخصص لستيت. اوكي، سو ذاتس ذا ايديا في الوان هوت بيت انكودينج. فممكن الفليف فلوبس اسميهم، اختار لهم اسماء، فهنسميهم اي بي سي دي، اربع فليف فلوبس هنسميهم اي بي سي دي. Alright, so A, B, C, D. وقلنا أنه كل فليب فلوب مخصص لستيت، فمثلا هذا ممكن D نخصصه لS0، C نخصصه لS1، وهكذا B نخصصه لS2، والA نخصصه لS3. يعني D يكون 1 لما نكون في ستيت 0 فقط، والسي يكون 1 لما نكون في ستيت 1. فاحنا هنا مثلا في اي ستيت؟ احنا هنا في ستيت اس 0. اذا مين اللي ولع؟ الفليب فلوب حقه اللي هو دي، والبقيه يكونوا اصفار. فذاتس واي اتس كولد 1 هوت بت. 1 هوت بت، ذير از اونلي اولويز دي 1 بت از هوت، والبقيه كولد 1 بت از هوت والبقيه اصفار. هنا اذا كان احنا في ستيت اس 1، مين هو الهوت؟ حيكون السي، والبقية not hot zeros. إذا إحنا في state 2، الفليف فلوب حقه هو اللي حيكون hot، اللي هو البي حيكون hot والبقية أصفر. وإذا إحنا في state 3 حيكون A هو الهوت والبقية أصفر. أوكي، نفس الشيء هنا. So these are repeat exactly لأنهم نفس states as 0 as 1. ف these are نفس الكودز. I'm going to put them here. وبعدين نفس الشيء، we have to now put the code حق the next state. A plus, B plus, C plus, D plus. S0 مثلا الكود حقه 0 0 0 1، فنستخدم نفس الكود اللي حطيناه هنا. خلاص، once we did the assignment we keep the same code for these states، ما نروح نلعب فيهم. خلاص، so S2 مثلا what's the code for it؟ هو هذا 0 1 0 0. what's the code for 0 again؟ it is 0 0 0 1. what's the code for 2؟ 0 1 0 0. what's the code for 1؟ 0 0 1 0. What's the code for 1 0 0 1 0. What's the code for 3 1 0 0 0. And finally the code for 1 اللي هو نفسه هذا 0 0 1 0. والoutput قلنا الoutput is always 0 except for state 3. شفت state 3 only المكان الوحيد اللي يكون فيه 1، دائما على صفر. ف it's always 0 0 0 الا في state 3. if you are in state 3 then you have 1. نفس الشيء هنا، you are in state 3 فحيكون عندك 1. وبقية اصفار. Okay, so this is our state table. So we need to find the equations. حقت A plus, B plus, D, C plus, D plus, and Z. طبعا هذا truth table ما هو كامل، واضح انه ناقص، لانه انه عندي كم input؟ عندي 1 2 3 4 5. فنورمالي حجم طول الاستيتا حيكون 2 to the power of 5 اللي هو كم؟ 32. انا 8 بس. لكن يقول له don't care. yes. so راح نستخدم طريقة الديكودر قلت لي عليها في المحاضرة الماضية. ايوه نعم. فطبعا عندي انا 5 inputs، فما اقدر اسوي كارنوم ب 5 input. فاذا ايش حسوي؟ سوي كارنو ماب
في حالتين حنسوي تو كارنوز، في كارنو ماب في حالة اكس زيرو. سو هذه اكس عفوا A. This is in the case of case x is 0. حيكون عندي كارنو ماب. فإذا لما يكون x is 0 حشوف بس نص التيبل اللي هو حيكون حجمه كم؟ 16. بس نص التيبل. فاشتغل على الانبوت هذا بس. مسوي اختصار للايكويشن حق a بلس. هذا في حالة x 0. فإذا حشوف بس أربعة inputs اللي هما A, B, C, D فقط. شو اليوم أول مرة حتشوفوا كيف تسوي كارنو ماب for truth table يكون فيه خمسة inputs. فالحل انك تقسمها الى two cases، عندي case x is 0 و case and case x is 1. If you do that, and basically what you did is you divided the truth table into two tables. انت حتسوي التيبل الفوقاني وحده فيه 16، وتسوي التيبل التحتاني هذه وحده فيه 16، كل واحد فيه 16، هذا 16 وهذا 16. دكتور ليش ما نسوي قاعدة اللي هي الديكودر نفسها اللي هي مثلا كل البار؟ ايوه بتسويها الحين، بنسويها. نعم لحظة، فبس بفسر لكم انه هذا تيبل طوله 32، فما اقدر اسوي فيه كارنواب واحدة. يعني الايكويشن حق A بلس هذه مرة طويلة، هذه فيها 32 خانة، ما اقدر احطهم في كارنواب، لانه الكارنواب هذا 4 في 4 فيه 16 خانة فقط، ما فيه 32. فكيف انا احط هذا ايكويشن حق A بلس في كارنواب واحد؟ ما اقدر. فالحل هو نقسمها على جزئين. فالجزء الفوقاني وين x is 0 هذا فيه 16 خانة، والجزء التحتاني هذا x is 1 هذا فيه 16 خانة. اوكي سو ناو فور x is 0 اقدر اعبي الايكويشن حقته all the way to here اللي هم 16 خانة، بس في أربعة فقط أصفار. مين هم عبد الرحمن الأصفار؟ خانة 0001 وين هي؟ 0001 هذه فيها صفر، وال 00 في صفر في 0010 اللي هي هنا صح؟ ايه و 0100 هنا خانة هذه بس، وبحيث 1000 هذه خلينا مش احنا مش شغلنا على الزد الحين، شغلنا على A بلس. في عندنا 0 في مكان آخر، فين؟ في خانة ال 1000 زيرو زيرو، هاي الخانة ال 1 0 هنا. البقية إيش فيها؟ don't care، كلها don't care. سي فالتيبل هذا ما هو كامل، يعني قلنا فيه 32 صف، لكن احنا قاعدين نشوف بس 8، 4 صفوف هنا وأربع صفوف هنا، ما قاعدين نشوف البقية. البقية كلها don't care، there's a lot of don't cares. you see now عبد الرحمن الكلام اللي قاعد تقول فيه، فكرة إيش؟ فكرة ال زي البار تروح حيث. أيوة البارس كلها تروح، لأنه هو نورمالي هو actually if you look at هنا الإكويجن ما في شيء فيها، لا ما فيها أي واحد، ما فيها أي من ترم، ما في من ترمز أصلا. أي زيرو is equal to what؟ is equal to zero، دائما صفر. فالإكويجن حق أي زيرو هنا is زيرو. A plus هنا عفواً it's just zero. هذم كلهم one group. لو استخدم الأصفار هذم كلهم one group. أبو 16 كلهم one group صح ولا؟
أول مرة تشوفوها هذه حركة. ايه كلهم اصفار كلها كلهم صفر. إيه، أنا بشتغل على الأصفار الحين، ما بشتغل على الوحدات. إذا بشتغل على الأصفار هذا كله جروب اوف 16، لأنه أقدر أخلي الدونت كيرز كلها أصفار خلاص، هذا جروب واحد. وش الإكويجن اللي تطلعها؟ كل شيء صفر. يختفي، الاي تختفي والبي تختفي والسي تختفي والدي تختفي، يقعد فيه بس زيرو، just zero. So a zero is equal to a plus عفوا is equal to zero في حالة إيش؟ في حالة x is zero. ففي عندي أنا two cases، عندي case x is zero or في عندي or بينهم or case x is one. وفي حالة x is one اوكي، في حالة x is 1 اللي هي معناته الجروب هذا 16 خانة، هذا حالة x is 1. عندي صفر في خانة 0 0 0 1، يعني نفس الشيء 0 0 هنا عندي صفر نفس ترتيب الأصفار تقريبا. ايوه عندي صفر في خانة 0 0 1 0 0 0 1 0 هنا، وعندي ايضا صفر، لا عندي واحد هنا واحد في خانة 0 1 0 0 0 هنا واحد أحسن، وهنا عندي صفر في خانة الأخيرة 1000 هنا، البقية don't care. don't care. now في الحالة هذه ما هي جروب واحد أبو 16، بس في جروبس أبو 8، في جروب واحد أبو 8، في جروب هذا أبو 8 اللي هو يعطينا إيش؟ B. ولا؟ B بس، A بس. إذن A plus في الحالة هذه تساوي B. شفت الفكرة؟ هي أصلا هو وش المين تيرم هذا؟ أنت لو أخذتها كمين تيرم، A يساوي إيش؟ A plus عفوا يساوي إيش؟ يساوي المين تيرم هذا اللي هو إيش؟ اللي هو A A bar و B B C bar و D C bar و D bar برضو D bar A bar B سي بار دي بار، هذا كل هو بار راح. ايوه من تيرم رقم 01 اللي هو 4، من تيرم رقم 4 فلاحظ انه لما سوينا كرنوم اب ايش صارت في الاخير؟ جست بي، وكل البارز هذه نفس التريك حق الديكودر، حق الانكودر عفوا، شفناها في الانكودر نفس الفكرة. كثرة الـ don't cares هذه تخلي إن البارز كلها تختفي. ف we don't need to do the don't care. We just look at the one win ونطلع اللي هو ما في، يعني نشيل البارز ونخلي بس اللي من غير بار. We don't even need to do it on kernel maps. لكن طبعاً النتيجة النهائية is not B. Well, in this case maybe it's B. But anyway لازم ننتبه، لأنه عندي two cases. عندي case x is zero or x is 1، فلازم في الأخير النتيجة النهائية a plus، لأنه هذه a plus هنا في حالة إيش؟ x is 0 should be what؟ should be في حالة x is 0 معناته x bar in case x bar and بجيب الإكويشن هذه وأحطها هنا، or في حالة x is 1 and مع الإكويشن هذه اللي هي b، ففي عندي حالتين. الإكويشن النهائية حتكون هي دمج ما بين الإكويشن هذه الكارنواب، نتيجة الكارنواب هذا ونتيجة الكارنواب هذا، الدمج بينهم. كيف ندمج بينهم؟ بالطريقة هذه، بأور ندمج بينهم بأور. yes so this trick this is how you do كارنواب for five inputs. الحين عندي five inputs 1 2 3 4 5، فعشان اسوي كارنوابس حقتها تبسيط لازم اسوي تو كارنوابس، كارنواب في حاله اكس از 0 وكارنواب في حاله اكس از 1، وبعدين ادمج بينهم. كيف ادمج بينهم؟ بالطريقه هذه، اسوي في حاله اكس از 0 اتس غانا بي اكس بار اند النتيجه اللي طلعت هنا، وات ايفر النتيجه هذه، وات ايفر الايكويشن اللي هنا هذه هنحطها هنا،
في حالتنا هذه صفر، فعشان كده تروح في إلكترون. حالتنا، ايوه نعم، في حالتنا هذه صفر، لكن مش دائما تطلع صفر ترى، يعني في حالات اخرى مش بالضروره تطلع لك صفر، لازم تكون منتبه. Alright. وبعدين النتيجه حقت الثانيه هذه، اعتبر النتيجه تطلع هنا طبس مبسطه، نحطها وين؟ نحطها هنا مع الاكس اند اكس. This is what we do. X bar مع النتيجة الأولانية حق الكارنوف الأول or X مع نتيجة الكارنوف الثاني. في حالتنا إحنا النتيجة هذه حق الكارنوف الأول كانت صفر، والنتيجة حق الكارنوف الثاني كانت B. So طبعاً الصفر هذا معناته هذا كله حيروح، فالنتيجة النهائية إيش؟ X and B. Alright. So هذا هو الاختصار حق what about the others. يلا now we don't need to do Carnot. ممكن تطلعها من غير Carnot. B plus حتكون عبارة عن X bar and C. نتيجة الكارنوب الأول or X ونتيجة الكارنوب الثاني، وما يحتاج نسوي كارنوب، ممكن تطلعها مباشرة من هنا. كيف نطلعها؟ B plus عندي 1 هنا، شوف الوين حق المنتيني من ترم هذا، وعندي 1 هنا، فهذا ال 1 الأولاني حيعطيني C، والمن ترم الثاني أوكي، فهي أصلا هي it is a min term. وش رقم المن ترم هذا؟ من ترم 2 إيه من ترم 4 من ترم هذا من ترم 8 8 صح؟ 1 0 0 0 إيه صحيح صحيح 8. طبعا ما دام في اور وهذه اند، الاند اقوى من الاور، فانتبه لازم يكون في اقواس parentheses، لازم ما كانش يروح عليك. وبعدين قلنا انه المين تيرم هذا بدل ما اكتبه كامل، بدل ما اكتبه كامل كلي اي بار بي بار سي دي بار، البارز كلهم بيروحوا، لانه زي ما قلنا لو سويت كارنواب، لو رحت تعبت وسويت كارنواب حتلقى انه كثره الدونت كيرز حتشيل لك البارز، الدي بار والبي بار والاي بار حيختفون، ما يحتاج حقيقه. المينتم 2 هو يتعوض فقط ب سي فقط، بالنسبه ل 8 حيتعوض ب اي فقط، ما يحتاج. اوكي وات اباوت اكس؟ لو في حاله اكس از 1 ما عندي اي 1s، اذا النتيجه هنا ايش؟ زيرو. فحتروح كلها، اذا بي بلس هي عباره عن اكس بار مضروبه في سي اور اي. That's it done. اوكي وات اباوت سي بلس؟ راح تكون اكس مضروبة X في بار مع شيء هنا بلس X مع شيء هنا X بار مع صفر. right. حنشوف هذه صفر ما في شيء، بس X معها A معها A و B و D. شفت في ثلاثة ones هنا A و C و هذا الوان حيجيب لنا D وهذا حيجيب لنا C وهذا حيجيب لنا A. A. It is just A plus C plus D. Okay, هي حقيقة من ترم 8 وهذا من ترم 2 وهذا من ترم 1. شو أفضل دكتور؟ ولا الحروف؟ حروف، لا الحروف، نبغى الحروف في الأخير، نبغى الإكويشن بالحروف. لكن انا بوريكم اصلها ايش، اصلها من ترم 8، واصل من ترم 8 لما تحولها الى الجبريك فورم حروف تطلع A B بار C بار D بار، هذا هو من ترم 8. لكن زي ما قلنا انه احنا عارفين انه زي فكره الديكودر، بيكوز في دونت كيرز كثير كثير دونت كيرز، هذه الدونت كيرز حتخلي انه هذا يختفون، هذه تختفي وهي تختفي وهي تختفي، فالمن ترم 8 يبقى بس A ما يبقى فيه شيء. اوكي ما شاء الله تكون واضحه التريكس هذه، كلها التريكس هذه الواحد بالخبره وبالتجربه يتعلمها
وتسهل عليه ديزاينز. اخيرا دي بلس عندك اكس بار، طبعا ايش نتيجه هذا في الاخير؟ يعني هذا كله يروح أكون X and اكس A مضروبه في A بلس سي بلس تي، رايت؟ صحيح. Very good. هنا x bar and something here اللي هو or x B and something here. طيب x bar عندك هنا 1 وعندك هنا 1، هذا حيجيب ايش؟ D وال B D B، وهذا حيجيب D. أحسن. So B plus D في حالة x is 1 0 صفر، فإذا تبقى في الأخير بس x bar مضروبة في B plus D. Alright, Z. What about Z? نفس الشيء، حتكون X bar مضروبة في شيء هنا plus X مضروبة في شيء هنا. X bar حتكون هنا الشيء هذا يجيب لك إيش؟ A. وفي الحالة الثانية X is 1 برضو A. فA is a common factor. فمعناته it is just X bar plus X مضروبة في A. A. وش تعطيك هذه في الأخير؟ واحد في A. يعني A. صح؟ صحيح. Z يساوي A. ومنطقي. لأنه هو Z ما يولع إلا في state A. فخلاص يعني you just equal to the flip flop حقه اللي هو A. لأنه قلنا A الفليب فلوب A هو حق الستيت 3، هذا A حق الستيت 3، هذا منطقي جدا يعني معقولة جدا. Let's build it. بسم الله. So we're gonna have في لوب في لوبس، أربع في لب في لبس. إيه. We have to add a key lock. Let's make it face north. Let's make it connect to all the clocks. Very good. Now, هذا الـ A بخليهم كلهم يلفوا. هل بيكفي هذا space؟ ممكن ما يكفي، نزيد شوية. هذا الـ B، هذا الـ C، وهذا الـ D. A B C D. So A B C أبا. عندي X كإنبوت صح؟ Z output. عندي output Z، وقلنا أن output Z حيكون مساوي ل A. ل A. So that's very easy. The equation حق was just Z. Alright. Equation حق next state حق A. So A plus اللي هي مدخل هذا عبارة عن
x and b صح؟ قلنا a plus x and b. أنا أبغى نسوي small and just two inputs narrow x and x. X so X B B هو السلك هذا ما بالنسبة للثانية B plus هي هذه الإيكويشن هذه أول شيء في or وبعدين and. بس الثاني نحتاج not gate. ها؟ نحتاج not gate صح؟ نحتاج not gate لل x. أيوة x bar. لازم نجيب not gate. alright so ال or هذه حتكون عبارة عن إيش؟ C و A. C or A. هذه A. هذه C. بعدين مع. فكتور هذه معادلات ال B ليش كتوديها ل C؟ ولا نعم هذه معادلات البي ولا السي اللي قاعد تسالها لان ترتيبها الثاني فضايت شوي ايه صحيح سوري فور ذات خربتها تماما قاعد اسوي سي بلس يس ثانك يو فيري ماتش سو اي مع سي هذه اكس بار ما ادري دكتور ممكن دكتور انت حاط الترتيب الثاني سي وانا ناسي لا لا هم هذا اي بي سي ها صح لا قصدي يمين في الاكويشن نفسها يمكن انك تحط اي بعدين سي بعدين بي بعدين لا 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 لا, لا هاي بي بلس الحين سي بلس سي بلس حتكون كده اوكي صحيح خلاص كويس تابع معي تابع فيري جود ثانك يو عبد الرحمن فنبغى نسوي الحين هذه اور نبغى نخليها فيها 3 نبغى ندخل فيها A C D A C و D ونسمي لها AND مع X أوكي آخر equation حقة D plus هذه سو فيها OR B or D. B or D. مع إيش؟ مع X bar. All right. Done. Type. Enabled. Frequency. خليها 2 seconds. Every 2 seconds. اوكي فالحين الانبوت زيرو بداية ما راح يتغير اذا كان الانبوت زيرو يا ما حيتغير طبعا يس ناو لازم ندخل السيكونس فنبدا ندخل دخل واحد صفر واحد طبعا we have to time it correctly. بدل لو خلي بدال enable مثلاً مثلاً button حين نضغطه ونطفيه بيكون أحسن عشان نقدر نخلي timing يكون أحسن شوي.
يعني يبغى لها فكرة هذه كيف نخلي الانبوت يكون تايمد. لازم كل ثانية أغيرها 1 0 1، بس it's very difficult to do manually. So 1 هي ايش قلنا 1 1 0 1 0 1 very difficult to. انا مش عارف قاعد اسوي 1 كذا راندوم، مش فاهم حتى وش امتى قاعد اسويها، لانه you have to do it so we have to be very careful, you have to understand متى تبغى تسويها انت. اذا كان الكلوك، if this is your clock كلها راحت، ممتاز. So the rising edge، انت شغال على الرايزنج ايدج، ف what you need to input لازم يكون before the rising edge يكون 1، بعدين somewhere here نزله الى 0 0 ونخليه 0 في الرايزنج ايدج هذا. So لازم تعطيه 1 هنا، تعطيه 0 هنا في الرايزنج ايدج هذا، وبعدين تعطيه 1 1 في الرايزنج ايدج اللي بعده. So you have to time it، يعني تنتبه للرايزنج ايدج. صراحة أنا ما أدري كيف أشوف الرايزنج ايدج الحين، هذا هو هذا الرايزنج ايدج يعني ولا إيش؟ هذا الفولينج رايزنج. خليها دكتور 1 بالنسبة بعدين اقلبها 0 يوم تطفى. الحين اقلبها 0 يوم تطفى. هذا الرايزنج، شوف هذا الفولينج 1 ما اشتغلت. فاتتني. لحظة. هذا الحين الفولينج خليها 1، رايزنج خليها 0، الحين خليها 1، ما اشتغلت. طيب it's very difficult. So انا عندي فكرة ثانية، ليش ما نسوي فليب فلوب دي فليب فلوب ونخلي الاوتبوت يكون ونخليه هذا فولينج ايدج، فولينج ايدج. والاكس نخليه هو الانبوت حق yeah, so let's just حركة ذكية صدق يا دكتور، أهنيك عليها. والله والله شكرا ذكية لك. جدا ما شاء الله. فخلي هذا ما you cannot change it. طيب فإذا الكلوك يدخل هنا وهذا اكس. المشكلة كيف بنودي اكس بار؟ او صح نقدر نحط اللي هو من نفس الدائرة نفسها. ايه بالدائرة نفسها. نعم. Anyway هو موجود اكس بار هناك، خلاص اشبك هذا هنا. فاذا هذا شغال فولينج ايدج، فنورمالي في فولينج ايدج حيتغير. فنقول 1 0 لحظه 1 0 1 It's not working يا شباب، في شيء غلط، سوينا شيء غلط. ما ادري صدق شو المشكلة، يمكن في مشكلة في المعادلات ممكن والله. فالحين الله اعلم الحين هذا ايه، هذا وش يقول، هذا ايش هذا، هذا B and X and X. Yeah, B and X صحيح.
اكس بار و سي اي، اكس بار سي اي صحيح. الكلوك ولا بعدها اكس اي سي دي، اكس اكس اي سي دي. طيب ماي تايم از اب، بس انتم خذوا الويكند هذه تاكدوا بالله من التيبل اللي سويته، هل في اخطاء في الايكويشنز وهل هذا صحيح. هنا في الاخير اكس بار ايش؟ بي دي، اي اكس بار بي دي كلها صحيحة. مرة صحيحة. ف وبعدين هذا تدخل السيكونس، نورمالي هذا تدخل السيكونس، برسلكم ان شاء الله اياها هذا السيركت. بس دكتور تراي تو هنا دائما يا دكتور قاعد تصير 1 ما المرة صارت 0. اي نعم، فما حيطلع لك الجول، ما حتجيب جول، لازم عشان تجيب جول لازم تدخله سيكونس 1 0 1 ورا بعض قبل الرايزنج ايدج. فالحين 1 اوكي، الحين اخليه يدخل 0 بيجي صفر الحين، بعدين اخليه يدخل 1، فنورمالي تولع هذه جول لانه 101 بس ما ولعت. ها ليش؟ وان زيرو وان. احنا كانت الكويشن حقتنا يا دكتور 101 ولا؟ شكيت في كل شيء الحين. لا 101 وجيب جول. فا it's not working. Somewhere, something is wrong somewhere. God knows where. 1 الحين جاتها. الحين بتجيها 0. الحين بتجيها 1. ليش ما يولع؟ I don't know. غريبة فعلا غريبة. 0 0 0. Oh, because we start at 0 0 0. We never move from 0 0 0. This is interesting because I don't have a state 0 0 0. فهمت؟ لازم أول شيء دكتور. لازم واحدة منهم تصير وان عشان تتحرك. Yeah. Zero, one. شوف ولعت. دي وش صار صارته؟ إيه ولعت. فمعناته لازم تكون، لازم تكون ما تكون، لأنه كنا في zero zero zero، فما تحركنا من zero zero because ما عندي state اسمه zero zero zero. لازم أفكر فيها هذه. إيش حلها هذه؟ ما أدري. نسيت في شيء هنا سويته غلط أنا. يعني state 0 0 0 مش موجودة، فهمت؟ يعني فهمته. يعني شوف في state diagram الأولاني ما عندي 0 0، عندي السلسلة عندي فقط يا 0 0 1 يا 0 0 1 0 ولا 0 1 0 0 ولا 1 0 0 0، بس ما عندي 0 0 0 0. فإذا أنا بدأت في 0 0 0 0 I'm never move، ما بتحرك لأي state هذا، ما يعني ما حقدر، ما في أي يعني state 0 0 0 يتحول إلى هذا، فهمته؟ ما في next state لا. اي نعم ما في next state لها احد states هذا. This is a problem. فايش حل هذه؟ ايش انا كيف حلتها هنا يدويا؟ خليت ال initial state، يعني خليتها البداية 1، يعني غيرت هذه manually خليتها 1، يعني خليت البداية لما ولعت السيستم تكون 0 0 0 1 او اي واحدة فيهم مش مشكلة، يعني تكون المهم واحدة فيهم تكون مولعة في البداية. مثلا suppose هذه مولعة، شوف في البداية مولعة ما في مشكلة. So now ولا حتى أكثر منها ما عندك مشكلة. شوف already رجعت على طول. Gets fixed. Doesn't like it. It wants to get stuck here. فنو now أعطيها السيكونس. شوف 1 أعطيها 0 0 بعدين أعطيها 1 1. شوف تك تولى جول.
بس لازم تكون الانيشال ستيت ما تكون صفر 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 صفر، لانه ما حيطلع منها، it gets stuck. فهذه ما ادري حلها حاليا، حلها انه خليتها ما تكون البدايه، خليتها 1 اوف ذم تكون 1 في البدايه. دكتور لكن يس هل نقدر نذكر نعطي واحده من القيم صفر 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 عشان تنحل المشكله؟ ايوه هذا فكر فيه، هل في حل ثاني في ستيت دياجرام نفسه؟ مثلا اخلي مثلا اخلي ستيت 0 0 0 ودائما يروح يروح لهم كلهم، ايه يعني اذا انت في 0 0 0 يروح لواحد منهم، ممكن هذا حل ثاني. بس think about it in the weekend ان شاء الله ممكن نناقشها يوم الاحد. Thank you very much guys.